وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة في إطار استراتيجية جديدة ديالها خصت واحد العناية كبيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أولا بتأهيلها بحيث خصصنا هذه السنة 200 مليون درهم لتأهيل 250 ديال المراكز بما فيها مراكز تكفل بالأطفال في وضعية صعبة. وأيضا حاليا تشتغل الوزارة على البرنامج التنفيذي 2022-2026 ديال السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، اللي كما كتعرفوا كان عندها شق من 2015-2020، وكان يعني لم يتم تحضير البرنامج التنفيذي الثاني 2020-2025، فحاليا حنا كنشتغلوا عليه باش نوجدوا البرنامج 2022-2026. هذا البرنامج فيه هذه النقطه اللي شرتي لها مهمه جدا ديال مواكبه الاطفال او ملي كيبلغوا فوق 18 سنه، فحاليا طلقنا في اطار استراتيجيه جديده، ماشي باش ننتظروا ما ننتظروش حتى البرنامج المقبل، حطينا ما يسمى بالحاضنات الاجتماعيات. هذه الحاضنات الاجتماعيه تواكبوا الاطفال في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه، اللي نجح في تندروس هذه مزيان، اللي ما نجحش يمشي للتكوين المهني، وحتى اللي ما ينجحش يمشي للتكوين الحرفي في اطار واحد البرنامج اللي كيحدد واحد المشروع مهني. فيما يخص الاطفال اللي هما في اطفال في وضعيه الشارع او في وضعيه التشرد، هذه السنه الوزاره عممت الوحدات المتنقله للمساعده الاجتماعيه في عدد من الجهات، وان شاء الله في 2023 غنكملوا جميع الجهات بهذه الوحدات، وهناك مراكز كبيره في عدد من الجهات اللي احنا واكبناها ماديا بواحد الامكانيات مهمه جدا. وايضا النقطه اللي بغيت نشير لها هو كان بعض البرامج متاخره من البرنامج التنفيذي الاول اللي تكلمت عليه، بما فيها سكون ابل لي ديسبوزيتيف تيريتوريو دو لا بروتيكسيون دو لونفونس. هاد المراكز ديال مواكبه الطفوله كانت خصها واحد المنظومه معلوماتيه ما تنجزاتش، حنا دابا راه واقفين عليها باش يتم الرصد ديال الاطفال منذ يعني وضعيه الشارع الى ادماجهم سواء في المراكز الرعايه الاجتماعيه اللي تكلمت عليها او فيما يسمى الاسر المستقبله، اللي حنا هذا برنامج جديد كنشتغلوا عليه اللي غادي نتكلم عليه في المستقبل ان شاء الله. وشكرا.